كثير كثير مواقف. اشتريت مرة سيارة ايه شنو سيارتك؟ من ثاني يوم راحت، لا قديمة السيارة هذه اشتريتها. الله يعوض مين عليك. تكلم هذا؟ رانج مين تكلم؟ مين تكلم؟ مين؟ شكلها رانج صح؟ اي رانج. بلي مين تكلم؟ نوم 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 شلون تاكل؟ يا يمه خلنا شيش. مين هذا؟ مين اللي ضربك عين؟ دائما اعرف انا. ثاني يوم راحت السياره كلها. الله يعوض، مش فيكم الله يعوض على كل شيء. بس اللي مرات اشياء يصير بها صالح للانسان اكيد. بس يعني يس. راح السياره حرام، يمكن الله كان يريد يصير اللي قدر لا سامح الله وصار كله بالسياره. هذا يعني تفهم في تفسير الاحلام؟ لا بس امه تفتهم شوي يعني. ما نكلمها بالليل براس الصمام. ما نعيش كمان مو بالبيت، انا مسافر. اخوان ما مشترك من قبل البرتقالي، خلي يشترك حبايبي فوق. شنو تحلمتي ضحى؟ انا بكلمها. كلمها شو تحلمت؟ نايمه مسكينه ساعه ثلاثه ثنتين. عرف ما تريد مقبل عيد نقول هي ما بدي اياك ضروري. كيفك يا ولد؟ اشرحي لي الحلم وانا اراسلها او اتصل بها. بدي هسه ولا قاعد في بيتي؟ لو لك جاية اصبر جوليان. في ناس يفتحون لايفات هم يفسرون شو اسمه دول بالتاروت. مين؟ في ناس كثير يفتحون لايفات. ما بعرف، انا ما بعرف ولا حد. اكلم امك الله يهديك. هسه برن عليك بقول لك طارق نايم. اسفه والله اسفه، ممكن ترن على امك يا ضحى؟ حلي عني بدي انام. بقت الفرحه كبيره. شنو ضحى؟ تحبين اللون الازرق؟ اوكي جاي. لا انا اليوم لاني متوثقه وتيك توك وكذا لبس. اوكي. نور ليش ساكته؟ نور انت دكتور وين الموضوع؟ نور جتني ناس يقولوا نور تريدك نور شكرا. اذا بسبب شو اسمه فترى عادي نور، يعني ما ازعل. اذا بسبب جوليان عادي. لا يمكن لا ارسلت لها ورفضتني. انا ما ازعل ترى عادي، يعني انا اهم ارفض الناس. ليش؟ لان في موضوع صاير باللايف. ايش قلت انت؟ كان اي باوع عشان دا اسوي مكياج وكذا. انا مستحيل 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 في حياتي ازعل لانه شخص رفضني. اي لا هي بتوت بعد كل واحد وجوة مثلا. يعني مثلا خلص او شيء. لا انا احيانا انا واقف كان يحكي مع ناس وكان يستنى في شخص عادي اللي ما رفض قد ويطلع معه. فهمت؟ صح اخوان انتبهوا. نور لا ما يحتاج تبرير ولا نعرفك طيبه و... جحفلوا. وليش يجحفلوا؟ ليش احنا احنا نجحفل؟ جحفلوا. اسمعي عرحب عمتي كاتبه بالكومنت. اسمعي ضحى شكرا يا رب. عمتي تقول مو زين تفسير الاحلام بالليل. والله سؤال زين. عمتك اذا موجوده باللايف في عرفك هاي صار لي 4 ايام احلم. يلا احلم بزلازل. جوليان بارق ضحى يعني انا بالبيت صار صباح الله وياك. اي وترتني نور شكله. يلا هسه جاي باوع. اذا عمتك موجوده بالش اسمه شنو تفسير الحلم؟ صار لي 4 ايام احلم بزلزال بارق. صار زلزال وطاحت من العماره علي. لو صار زلزال قدامي وطيح العماير مالتنا. وانت شنو حلمك ضحى؟ يمكن انا افسره لك. عمتك قول والله عمتك في اللايف. كل اهلي باللايف مان بس امي نايمه. الله عمتك تفسره. قول والله عمتي في اللايف. لا مو عمتي تفسر. تقول مو زين يعني. يعني عمتك نعرفها تفسر. لا امي اللي يعني عندها بسيط يعني شوي تفسر مو اللي تفهم. انت حلمي حبيبي. تعرفها رين؟ منو؟ رين تقول كركم. هذه انا سمكه؟ رين. المهم ايش فيها؟ هي هذه مره صعدت. شوفي ضحى خليني اقول لك شيء. مره صعدت وياي. لا انا بس انا يعني سبتني. اوكي ما ادري اكتبوا لي بالكومنت. والله
والله يا ضحى كنت جيبوها. اسمع 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 والله العظيم ضحى ما اعرف انا شنو صاير وياها. الكومنت كانوا كتبوا لي انا سمكه وصلت عندي 100، فقلت انا سم انا عرفت الشخص منه، اتذكرت يعني شايف ايش مقطع، فقلت انا سمكه انا سمكه، فهي قالت انت مش انت مو انا سمكه انت انت مش وانت وانت جعان خذ لك اثنين، قالت انت اهب ايش زباله ما ادري ايه، قالت انت زباله ومن هالاشياء، وطلعت ثبتني وطلعت. تستاهل. ليش ليش تقول انت ما تعرفه شنو انا ترى اسرح اقول لك. لا لا امزح امزح، جيبوها ليش ثبتك؟ يمكن حست انه انت ترمي كلام عليه. شوف انا سمكه هذا مين مسافر انت بار؟ انا بشمال العراق. هذا اقول هذا 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 عنده ينشر فيديوهات يم البحر وقاعد يقول انا سمكه انا سمكه، فانا قلتها ومن بعد بحثت انا سمكه وطلع لي المقطع انه انا سمكه هذا يعني متجاوز عليها. ارحب يسويره منه متجاوز عليها بمقطع. اي والله وثبت وطلعت. اي لانه بعرفك ما بتغلط على الناس، تدري 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 النوايا. مين قال لك؟ كومنتات كتبوا لي انا سمك انا سمك، فانا ذكرت الشخص. لا 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 ضحى ضحى من قالها انه جوليانو وهذه متهاوشين يعني؟ انا جاي اقول لها هسه. ها ايش فيها؟ ها والله مو ليه بشوف بشوف انا حاطه فلتر ولا والله ضحى ابي شيء تخوفتني والله قلت هذه شيء مريضه. اسمع خلنا احكي لك، هذيك البنت رين انا وياها معناها اصحاب عادي، معناها بحبها انا رين يعني فهمت، انا هي محترمه معايا، انا بتعامل شيء بس ما شوف انا بتعامل مع شخص باحترامه معايا فهمت. انت مثلا هسه يجيني جوليان يقول لي شخص جوليان مش محترم، انا بقول له ليه جوليان محترم؟ لانه جوليان محترم معايا انا، مهما كان شخص دائما يحترمني انا انا ابادل الاحترام معليش. هيك انا هيك انا، انت ما دام محترم معايا بالنسبه لي انا بضل بضل بذكرك الا بالخير. لا علينا، حلمت بها حلمت منو؟ بيها هي جابت بنية. حلو حلو رين جابت بنية وأعطتني إياها، يعني أنا أنا حلم من أحلامي إن أنا أجيب بنت فهمت؟ إن شاء الله بحب الأطفال كثير إن شاء الله. فأنا بحب الأطفال، فرين قالت لي ضحى جابت بنية ما شاء الله، عمري ما شفت جمال بنية في الحلمة، راني بطلع عليها بطلع عليها البنت كثير حلوة ما شاء الله، يعني حبيتها كثير البنت. البنية رزق بالحلم صح. فأعطتني البنت، أخذتها البنت، وفي في شخص بده يشوف البنت، أنا ما بتذكر مين الشخص، يعني في شخص بده يشوف البنت، فأنا شوفي. يعني قلبي يقول ضحى البنت تجيب تفسيرين، أما رزق أما حياة سعيدة يعني مستقبل زرع. أنا تفسير حلمي زلازل، تفسير حلمي حرمي شنو؟ تفسير حلمي إنه شخص يظلمني راح يظلمني. أنا راح أظلمك هلا لأنك سكرت علي الكلام وأنا بحكي. أنا آسف دخلت بدراجتي. طب كمل يلا، والله أحب هذه السوالف كمل. عادة يا برق، أخذت البنت القوة، مش أي مشكلة مش في البنت، وأنا أخذت البنت وكثير مبسوطة بها كثير، وتنكدت وأنا صاحية ليش؟ لأنه يعني تمنيت لو أظل أحلم بنت كثير حلوة وفرحانة بها وبفرجي فيها للناس هيك، وفي ناس كثير مش رح أسمي أسماء، في كثير في اثنين ناس أمي في كثير ناس يعني يلا يلا هاي 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 ايه ضحى هاي لولو هاي ضحى ضحى سمع في شفت شفت ناس غريبة في اللايف يعني قلت في اللايف في خلص عاد خليني احكي خلص يلا راح تفسر الحلم ولا مش راح تفسره؟ والله والله قولها تفسره والله. في شفت يعني شفت نين بعرفهم شفت تتمريضة أنت لا شفت بالمرآة، عندي مرآة مقابلتني شفت نار وهي طلعت شمعة بتشتغل. هذا كله بالحياة هذا فلوق يعني هي اللي فهمنا من حلمها إنه إنه حلمها أوكي يعني صديقتك إنو... أصبر أصبر البنت بالحلم بنت صديقتك لو بنتك لا مش بنتي بنت صديقتك بس أعطتني البنت اللي أنا اخذت انا البنت حتى حتى وصل لها المعلومه انه وبعدين نظرت بالمرايه وبعدين خليني نحكي لك اهم شيء ليه أوكي. النار في الحقيقه هسه
هذا مسلسل هندي. انا بفسر احلام عن جد احكام. انا بفسر احلام. احكي لي. قولي والله. قولي والله نونو. والله. قولي والله. والله العظيم باذن الله. يلا قولي راس امي. قولي راس النبي محمد. وراسي حتى اصدق باذن الله. راس امي اني يعني عندي رؤيه معينه. إيه يعني عندها طيب. عندها شويه رؤيه معينه. انا حلمت رين. تعرفيها رين تقول كوركم؟ ايه أذيك حلمت بيها. جابت مش عارفة هي جابت بنت. المهم هي رين أعطتني بنت. مسكت إيدها وأعطتني بنت كثير حلوة. كثير حلوة البنت يعني. وأنا يعني بحب البنات كثير فهمت. أعطتني البنت وقالت لي ضحى خليها عندك انبسطي فيها كثير وكذا. وفي في شخص ما بعرفه بده يشوف البنت. أوكي. فهمتي؟ فانا رحت له عشان ظليت العب معاها البنت شويه وكذا. واخذتها خليت الناس يشوفوها وكذا. بعدين في لما رحت للشخص هذايا البنت اعطتها لي رين لازم ارجعها لها على فكره. يعني مش عارف. المهم مسؤوليه هي البنت عندي. لا المهم انطوتش البنت وانت شفتيها ما شاء الله حلوه. اخذت البنت وين رحتي؟ رحت للزلمي هذا للراجل هذا ما بعرف مين هو. ايه بس لا اعطيتي البنت. لا ما اعطيتوش البنت. بس شافها هو. بس شافها وانا راجعه عينين البنت راحوا. لا اله الا الله. هسه مبدئيا لولو شنو تفسير البنت طيب. بالحلم؟ اول شيء البنت الدنيا حلوه تمام. قلت لك ضحى شفتي وراتي على امي. فانت ناطرتك دنيا حلوه مع انسان جديد تمام. محتمل انه رين. فممكن من المنطقه اللي هي منها رين. مش ضروري لبنان. مش ضروري يعني من هيدي المنطقه بشكل عام. محتمل فلسطيني لبناني أردني سوري حسب عرفتي. فناطرتك دنيا جديدة حلوة كتير مع إنسان جديد تمام. ده. بس ما شاء الله. عيون البنت راحت. هيدي الفرحة أنت عندك ناقصة. ليش؟ أنت عندك غصة بقلبك عرفتي شو؟ ده. ما عم تقدر تشوف هيدي الدنيا حلوة فيها. جوليان قال لي لا تبشي لا تبشي. لا ليك يا ضحى انت ما عم تقدر تشوفي هيدي الدنيا قديش حلوة بسبب هيدي الغصة اللي هي بقلبك عرفتي. عيون البنت راح انا شلون يعني انت. لا هي دنيتها حلوة وكل شيء بس هي ما عم تقدر تشوف هيدي الدنيا قديش حلوة بسبب هيدي الغصة. يا ستارة قاعد تفسر تفسير يعني مدامر. يا قلبي يا مدامر. حلو ضحى. ضحى قالت لك تقول يعني انت راحتك منتظرتك دنيا حلوه بس فيها نقص. النقص بالحلم هو العيون. لا الدنيا حلوه ما عندها نقص. هو النقص منها هي لانه هي عندها النقص منها اللي عندها غصه بقلبها تعيش الحياه. والله النقص انت بالقيس انزل موتتنا. خلاص الموضوع شو اعمل انا هسه؟ يعني دنيتك حلوه وانت حلوه بس انت لازم تتجاوزي هيدي الغصه اللي هي انا ما بعرف شو هي بقلبك. انت ايه بايدك بتقدر تتجاوزي عرفتي. يعني الامر بايدك حاليا. كيف ارجح؟ انت شو برجك ضحى؟ الاسد. الاسد برجك. والله ما عاد اطلع معاهم جديين هذول مش جديين. شوفي بارق كيف بيسكت. بارق قديش عندك على اللايف؟ ضحى هذا عيونها. لا والله تتوقعي هيك؟ ضحى عيونها ليزر. قالت ما شاء الله على بثك ثاني يوم انحضرت. شنو نفس الساعة بعدها قالت اسمع جوليان بعدين ايش قالت؟ احنا ايش نفس هذه وضعيتنا؟ قالت بدون شو اسمه بس بارق يعني ما شاء الله لايفاته وش اسمه بنفس المجموعة ثلاثتنا انحضرنا احنا الثلاثة. زين اقدر عادي اعطي رأيي بالحلم لاني ضحى بدك تعطي رأيك بالحلم؟ لان امي تعرف وكتبت لي قالت مو هيك الحلم. حلو والله بث امهات. لا انه هذا الحلم انت عليك عيون وبسبب شوف امي شنو رأيها لما شفت عيون البنت راحت. هذه اخفاء الحسد من حياتك ما شاء الله. اصبر خلنا نتصل على تم. لا تبكين ضحى خليني اكمل. قل والله والله العظيم انه هذا الحلم اللي حلمتي به انه هذا تفسير انه اخفاء الحسد من حياتك ان شاء الله. والله لا تبكين. يلا كلنا.
شوف ضحى والله هذا والله لاني تعبت والله تعبت من عيون والله هذه ما دام راح العيون ضحى تقول متحلمه حلم ببنيه وما ادري شنو بس نايمه للاسف ضحى نايمه مين ايه يلا لا لا متحلمه مطينها بنيه بالحلم سالفة طويلة هي ضحى شوف تكتب تقول كان تقول اكو شخص بحياتها يلا سلم عليكم يلا بس تفسير احلام يا جماعة طلع شخص من حياتها كان تفسير الحلم باسد ابحوت بحوت ديسكاونت هلا فهمتي ضحى تقول يعني اكو شخص بحياتها كان كلش مأذيها ومال عيون الطفل فهذا الحسد طلع من حياتها ان شاء الله انه هذا تفسير انه حلم انه اخفاء يعني حلو انه عيونها راحت حلو ضحى ضحى خلاص انت خفت الزبده انه الدنيا حلوه عندك خلاص شو اعمل بيها الدنيا حلوه انا شو اعمل بيها الدنيا حلوه انا مش شايفين هذول هن العيون اللي نقاموا شو بتعمل بالدنيا الحلوه شفتوا انا ما بدي الدنيا شو مين قال لك انه انا ما عندي الدنيا انا هسه عندي اي شخص عندي اي شيء فيه يبسط الشخص بس انا قلبي نجم يكون مش مبسوط اي انا قلت لك انه كتبت لك انه اكو شخص بحياتك مأذيك كلش هواي ولما راحت عيون شو اسمه عيون البنت هذا طلع الحسد من حياتك ان شاء الله قولي ان شاء الله انت وهاي براسك ان شاء الله طب انا بروح اخليكم انتم والله متوالمين ضحى خلي تفسر لك هذه ضحى ما تصدق ضحى يلا يلا بارك يلا لولو يلا ضحى تقعد يا يلا الله يرزقك الذريه الصالحه يا رب مع السلامه تضحك والله ضحى والله تعملوا هيك ليش 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 بالعكس انا والله بنبسط وعلى قلبي احلى من العسل العب معك يعني بس ما بصير ينزلوا بهالطريقه صح انه ما لعبوا معي ولا جوله تعالي انت بتعرف ما امينه فوتك عشان يطلع معك يلا انا بروح ما لولو عيب سجاد والله صار له ساعه منتظرنا بالله ثواني بدي افوتك مع شخص لا تزعلي لولو لولو خليك معايا اوكي ضحى انا بروح يلا لولو روح مبروك روح مبروك مره ثانيه مبروك طيب باركه روح غدوه غدوه نلعب غدوه 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 يلا لولو هم غدوه ايش برجك ضحى توين يا الاسد الاسد وليه شخصيتك كتير قويه ما شاء الله شخصيتي الله ياخذك يا بارق طلع علي حسيت صرت بين كل كلمه وكلمه لأس بتحس نيتي بدي اقول ما شاء الله والله العظيم انا قلبي كتير نيتي طيبه يعني ليه عادي اسمعي ليه اذا صار شيء والله يصير حتى انا بقول انا بقفل بالمزح عرفتي يعني بمزح معاهم مزح بس انه خلص استلموني بقى يمكن صارت مره ديك خلص استلموها عليك لا انا ممزح معاهم يعني بمون عليهم فبقول لهم كذا عرفتي ليكي اذا بدك تنزلي تلعبي جولات وهيك عادي يعني خدي لا بجي بدي اجيب لك شخص يلا اوكي بس يكون حباب في شخص بدي اطلعه معك مو بعدين انت حبيتيني انا لا اكيد طبعا ما شاء الله عنك بتنحبي انت يعني هو زيي انا بالضبط ايه تمام هاني ببعث له في الرسائل تفسيري صح مو انا مأكدة يعني انه هذا التفسير اسمعي ما يطلعش مربوط بالاحتفال اللي سويته اليوم وصلت 15 مليون الحلم ان شاء الله الف مبروك الله يخليك المهم حلو هو الحلم لا حلو كتير يعني ما في شيء انت مشاعرك بالحلم كيف كانت زعلت على عيون البنت بس لما عطتك البنت كنت سعيدة صح اكيد انت مبهورة بجمالها يعني... صح وبشوف يعني خلص هي نسيت كل اشي واهتميت بالبنت ضليت اهتم بيها و مبسوطه كثير فهمتي ما عندي فيه ولا شيء وافرجي فيها للعالم وفرجي فيها رحت لعمتي خالتي رحت
لأمي، رحت لكل الناس فهمتي. بس أمي ظلت تقول لي دوحة خبي البنت، دوحة حامي يعني دافي البنت، دوحة سوي البنت، وأنا ما اهتميت. أنت نبيل ماشي لها الزلمي هذا، راحوا عيونها. أنت اللي بقلبك على راس لسانك، مو يعني ما عندك شي مخبأ أنه تخبي حياتك أو كثير مشكلة. أي لا ما بصير هيك، لازم يعني شوي تستري على حياتك، عرفتي؟ شوفي أنا بحب أفرجي يعني، شفتي أنت هسه لما تحكي لي شيء فمفرح صار معك ببسط لك كثير، أنت بنبسط لك كثير أنا، يعني بحس كأنه صار إلي فهمتي. والله والله بحكي لك هيك من كل قلبي، والله أنا إنسانة زمان كنت مثلا، انت هسه تقولي لي بكره راح البس الحجاب، بروح اعمل لك حفله انا هسه، بتقولي لي بكره تخرجت، بروح انا اعمل لك حفله، بحب اعمل حفلات للناس وبسط لهم، فانا بفكر الناس دائما هيك معايا 100%. صح هذا، بفكر انه الناس راح تنبسط لي. ضحى قديش عمرك؟ اهو سيدة الاولاد تنجموا قلت هذي تسين معاك، كان بينين اخويا، هذي اخويا بينين. هلا هلا في هلا. من وين؟ من سوريا. متشرفين فيكي، هلا شو اخبارك؟ هلا والله، انت كيفك شو اخبارك؟ والله الحمد لله. لولو شو لولو سنسيبل، الطفلة حساسة ما تحبش تكون يعني يحكي معاه بطريقة مش طوى، كانوا الاولاد ما وجعوها بالكلام، قالت لي جيب شكون كيف هل يعقل الجمال ينضرب؟ تفسر في الأحلام زادة، تفسر في الأحلام. عرافة. عرفيني بنفسك وعرفني بنفسي، ما شاء الله. لولو يا لولو، ضحى العريبي أنا ضفتك، لولو أنا ضفتك. نابط معناه نابط أنا يا عبد الله. لا خنجيب واربع، أنا خنجيب وفضل بالله من قبيلة يبعث لي فضل. يا لولو مالك زعلانة عيونك كلها دموع؟ ليش هيك؟ لا والله ماني زعلانة، ما فيني شيء. تو كانت معي الطفلة هذه بالله، دي ما في وشي. ضحى شو هاد اللي حطها حنا؟ وصلت 15 مليون سالي اليوم، مبروك مبروك. وتوثقت على الانستغرام توثيق رسمي، مبروك مبروك مبروك، ما شاء الله ما شاء الله. لولو كيف شو اخبارك؟ هلا يا قلبي كيفك حبيبتي؟ والله تمام. نلعب جولة؟ يلا اوكي. مين ضد مين؟ انا هو حبيبتي. لايك ترى انا خصم ايزي من هلا، عم اقلكم عادي خليك معاي. يلا يلا شباب نلعب جولة. اكلناها يا حلوين. اكلناها ولا ما اكلناها؟ اسمع شباب الجولة عندي واحد النية تكبير. شوف التكبير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وي 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 حي لولو ليدي دزو مع بليل غادي. هاي بليل برا، انا معي يا حلوين. الحلم بطياره تقبروني يا علم النفس. حيك يا شباب ارحاب يا كبيس وشار يا حلوين. جسمين كندا فما عبيد داخلين عندي ذو محليم وما انا اشوفه. عندك انت ذو ضحايا يدخلوا بالازرقه ما شاء الله، جسمين ودكتوره. لي بالازرقه كله ولا جايش الازرق اليوم؟ لا لا اللي يدخلوا يبدا الليفل بتاعه طالع. ايه ليفل متاعه طالع؟ شي لولو عم وين تشوفي انت؟ فاش شو الكونسل؟ بحط الموبايل على المراية. الفازة ذي ما فهمتهاش انا، ما تنوني جربها. ما بتلبق الكاميرا الامامية لانه بنوم. ماشي، شو برجك انت لولو؟ انت ما بتكبسوا عمدة؟ الدلو انت، خلنا نشوف نجربها انا. شو؟ الدلو انت. دلو انا برج الحمل. شخصية متزنة. دحا تولي هك. وانت سالي شو برجك؟ انا عذراء. حلو كمان يا حلوين. ورود ورود بسرعة. عاد اللي توزيع وتجمل الخيوط. بسرعة 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 بسرعة. ورود ورود ورود. الاولاد 53 يا حبيبي. ورود يا حبيب استربحنا. تعالي شكل الوليد نسيته الدبل، نسيته يا لوليد. خبي الوقت زاولتين ضحى. مزيد نقط لهم شكبس ومزيد نقط لهم شيء نرى. مزيد خي خليك ساكتك هيك، هو عامله هكا. ضحى اللي عراسك حلو كيوت.
أجواء أجواء برج الأسد. إيش برجك يا بلال أنت؟ أنا برج الحمل، برج نزار القباني، برج كاظم الساهر، برج وائل الكفوري. أنا قلت شعر لنزار القباني. بلال ماشين غدوة، ما هو ماكش باش ترقد؟ ماشين شرا. أنا بحس، كنت بحس برجك الحوت. ليش؟ ما بعرف، بحس الحوت طيبين. والله لولو عرافة، لولو يعني لولو بتفسر أحلام عرافة يعني، سامحني لولو. أنا اسم مواصفاتي انا عذراء. العذراء، ليكي العذراء شخصية قوية تمام، لكن عنده اول شيء ايجابياته انه عنده تضحية وايثار، يعني عكس الانانية، يعني معطاء جدا. من سلبياته انه كثير الانتقاد، منتقد لاذع. فهمتك. بالله برج الاسد، برج الاسد من سلبياته انه ما بيعجبوا العجم ولا صيام برجب، بس بنفس الوقت قوي، عنده عطاء فظيع كمان للي حواليه. عطاء عطاء يزي بلال يزي. لا والله اخر مره هديتني ايفون 15 اقسم بالله عطاء. لا والله ما صلي عني بايمل. اما اسمع، ماديا البرج الاسد شو؟ مرزوق وكريم جدا. لا مش مرزوق، هو المنصف المرزوقي مش مرزوق. اي مرزوق برج الاسد والله، ان شاء الله يا رب دائما. وبرج العذراء مرزوق، هو شطارته. وبرج الحمل بالله، هيدا طبعا هذا عند الله يعني، بس يعني هو الشخصيه بتلعب دور، عرفت؟ برج الحمل شو؟ برج الحمل، برج الحمل يعني بيتعب شوي لحتى يوصل الشيء. والله بيوصل يعني، بس بتعب اكثر من غيره. لولو انت شو برجك؟ دلو. عارفين بعد اللي بلبس الزوجة شنو؟ ايش مواصفات الدلو؟ لا لا انا ما بعرف احكي عن حالي. لا حسيتها يعني حلوة على راسي. لا احكي عن حالك، يحكي لك الدلو. طب بدنا حدا يحكي عن دلو يا جماعة. ما حدا فيكم ممكن يحكي؟ شوفك مخيبني. بالعكس محليك. بالعكس. طب والله ايش مواصفات برج الحوت؟ الحوت دايما دموع، حساس، شكاك، حنون، دايما دموع. فهمتك. اي ما شاء الله. ولولو برج الحمل في الحب شنو تشوف عليه مثلا؟ يعني خاين مش خاين؟ لا برج الحمل برج يعني عندك قلبك الكل باش يولي تعليقات ابراج وحليتي باب على روحك عن جد. لك تحدي يا جماعه. كيف العذراء بالحب؟ رومانسي جدا. يلا شباب ما تفكر ماشي لا انت عاطفية بالحب. والاسد كيف في الحب؟ ما تحكيش بحال اخويا. والاسد كمان، بس الحمال العملي يعني منه كتير عاطفي. اي بيحب الفلوس. مو بس انه كفلوس يعني، هلا نحن بناخذ عملية بكل شيء، بالحياة بالعاطفة حتى الحب يدخل منه فلوس. الاسد والله ذوحة مش في وجهها، ريتها يا اختي ذي تو ماديا ذوحة صعيبة برشا بالفلوس. اما تحب معناتها ما تحاولش تتقوى عليها، ولا تحب تلعبها اللي انت تمشي معاها راجل تمشي معاك راجل، تلعب نلعب ذوحة حتى في 10,000 فرنك. انا اختي نعرف تقول اعطيني 10,000 بقوة، ما تعطيكش تقول اعطيني 100 مليون برجلة تعطي. انا حاسه باللغه العربيه اللي عم تحكيها بس ما لولو عم اقول لك يعني دوحة اختي برج الاسد يعني لو بتتقوى عليها وتقول لها اعطيني مصاري ما بتعطيه، لو تمشي لها راجل راجل لرجل بتفهمكم كيف الموضوع. الميزان الميزان شو الميزان؟ الميزان متردد وصعب ياخذ قرار، بده مين يقول له انت اعمل يعني، اذا بده ياكل بده يسالك انت مثلا او شو باكل، عرفتي؟ بس طيب يعني كثير طيب ونبيل الخلق. بنت النجد. فهمتك. هي 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 طلع علي صيت يا جماعه اني عرافه. يا حلوين تفسير الحلم بالطياره. انت شو برجك الجوزاء قلت لي؟ انت معك زهايمر. دلو الدلو. الدلو. هلا بسوي لكم فعاليه بس خلص. انا بعرف بس حبيت اتاكد. شو الفعاليه؟ والله ما بعرف صراحة. أحكام بدك تسوي فعالية أسئلة. لا نطلع نخليهم لحالهم. لا لا أحكامكم. استأذنكم أنا. يلا شباب ما بدكم تحكموا يعني؟ لا ما بدهمش.
باي باي سالي لولو تشرفت يا قلبي وانا تشرفت فيكم جميعا باي باي حبايب قلبي يلا باي 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 باي